سيد نائب محترم، لم تحفر أي بئر للتنقيب عن الغاز الصخري لا في المنطقة الجنوب الشرقية ولا في أي منطقة أخرى في المغرب، وبالتالي لا مجال للحديث عن مخاطر استكشاف واستغلال الغاز الصخري. وأؤكد لكم عكس ما جاء في سؤالكم أن الوزارة لم ترخص لهذا النوع من الاستغلال الصخري الذي انطلق في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بضع سنوات. إذن ما كاين لا غاز صخري ولا استغلال غاز صخري ولا ترخيص للغاز الصخري. سيد النائب، غير باش تعرف الساكنة، راه اللي كاين في الحوض ديال تندرارة هو غاز تقليدي وتتقوم به شركة معترف بها، وهاد الشركة تتشتغل مع المكتب الوطني للهيدروكربون، ونتمناو على الله داكشي اللي غتلقى الشركة إن شاء الله يكون في الصالح ديال المنطقة قريبا بإذن الله.